معنا من اسطنبول أحمد رمضان، رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري. مرحبا بك سيد أحمد، وكل عام وأنت بخير. أنتم كيف تقيمون تصريحات وزير الخارجية الفرنسي حول دعوته حول الاتفاق على جدول زمني لفترة انتقالية في سوريا، لا سيما وأنها تأتي بعد تصريحات يعني أثارت استهجان المعارضة السورية من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حينما قال بأن بشار الأسد يعني رحيله ليس من أولويات فرنسا؟ كل عام وأنت بخير لك وللسادة المشاهدين الكرام. لا شك أن هذا التصريح يعيد التوازن إلى الموقف الفرنسي، على الرغم من وجود قناعة بأن الموقف الفرنسي في أصله بقي محافظا على الموقف السابق، وهو العمل من خلال الأمم المتحدة والدعوة إلى الانتقال السياسي في سوريا دون وجود بشار الأسد أو زمرته في المرحلة الانتقالية والمرحلة المستقرة في سوريا. لكن هذا التصريح أيضا يعطي أهمية في هذا التوقيت، وهو التأكيد على أن المفاوضات المقبلة في جنيف يجب أن تشهد قدرا من الجدية خلافا لما كان سابقا، الذي يعيق فعليا حركة المفاوضات والتحرك نحو المفاوضات الخاصة بالانتقال السياسي هو النظام. وبالتالي عندما يتحدث الآن عن عملية انتقال سياسي ومطلب بأن يشارك المجتمع الدولي في الدفع باتجاهه، هو يطالب بنوع من الضغط على النظام. وأعتقد أن الموقف الفرنسي الآن ربما يشهد تحركا أو فاعلية في الاجتماعات المقبلة للجمعية العامة في الشهر المقبل. طيب أنتم كذلك ما هو رأيكم في مسألة المرحلة الانتقالية، وأيضا يعني الدعوات الموجهة للقوى الكبرى بوضع جدول زمني؟ أنتم كيف تقيمون هذا الأمر، وكيف ترونه أيضا لمصلحة ومستقبل سوريا؟ يعني موقفنا ينسجم مع القرارين 2118 و2254 واللذين يتحدثان عن الهيئة الحاكمة الانتقالية وعن الجدول الزمنية الخاصة بهذا الموضوع. ولذلك تقدمت الهيئة العليا بالإطار الزمني، وذلك قبل نحو عام في اجتماع لندن، وحددت رؤيتها بشكل كامل فيما يتعلق بالمفاوضات، وكذلك في اجتماع أصدقاء سوريا في الكويت. الائتلاف المبادئ الأساسية للتسوية وطرح أيضا الائتلاف المبادئ الأساسية للتسوية السياسية، وشرحنا أيضا كامل التفاصيل فيما يتعلق بالمسارات التي اقترحها بعد ذلك ديمستورا، وهي الخاصة بالانتخابات والآليات الدستورية والحكم، وأيضا مسألة الإرهاب وجرائم الحرب. كل هذه القضايا تحدثنا عنها بشكل تفصيلي. إذن هناك جاهزية فعلية من جانب المعارضة فيما يتعلق بالدخول في المرحلة الانتقالية، ولكن علينا أن نلاحظ أيضا الطرف المقابل النظام وحلفائه لم يلامسوا حتى الآن هذا المفهوم تماما. يعني هم لا يقتربون حتى من مفهوم المرحلة الانتقالية، ولم يوافقوا حتى على ما ورد في قرارات مجلس الأمن، وأعني هنا بالتحديد الجانب الروسي الذي يتصرف خلافا لما تنص عليه هذه القرارات رغم موافقته عليها في مجلس الأمن. أحمد رمضان، رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري، كنت معنا من اسطنبول، شكرا لك.